السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من مراجعة الفصل واحد، الحركة في بعدين والمتجهات، للصف 11 علمي منهج دولة الإمارات العربية المتحدة، العام الدراسي 2014-2015. المسألة 21، كالعادة بنقرأ المسألة، بنحدد المعطيات، بنحدد المطالب، وبنرسم. بالنسبة ل الحركة في بعدين والمتجهات لازم ترسم. يلزم لاعب جولف ضربتان لإسقاط الكرة في الحفرة. تزيح الضربة الأولى الكرة 6 متر شرقا، رمزنا للإزاحة شرقا بدلتا إكس، والثانية جنوبا رمزنا لها بالرمز دلتا واي. ما الإزاحة التي تسقط الكرة في الحفرة بضربة واحدة؟ رسمت الرسمة الأولى، هاي الضربة الأولى، وهي الضربة الثانية، وهي الإزاحة، وهي الزاوية. ماذا تفعل؟ نظرية فيثاغورس، دلتا إكس موجودة، دلتا واي موجودة، بدك دي. إذن دي بتساوي الجذر التربيعي لمربع دلتا إكس مربع زائد مربع دلتا واي. منعوض عليهم. ليش حطيت دلتا واي بالسالب؟ لأنه في الاتجاه الموجب، دلتا واي في الاتجاه الموجب، والاتجاه الموجب هو الاتجاه السالب. تطلع دي بهذا المقدار. هلا بدنا نطالع سيتا. سيتا وتساوي لشيفت التان دلتا واي على دلتا اكس. دلتا واي هي المقابل على المجاور. منعوض ومندخلها في الآلة الحاسبة، تطلع سيتا 42.0 درجة. وين في أي جهة؟ جنوب الشرق. هذه هي جنوب الشرق. وفي أمان الله، ولا تنسونا من الدعاء.